سؤال ثاني في أثناء الصلاة، عدو الخير يجربني بخطيتي الأولى حتى أخش تفكير في شهوة الجسد. القديسين بيقولوا الخطايا الشهوانية والخطايا الانفعالية ما تتذكرش التفاصيل بتاعتها. يعني واحد يقول خطيتي امامي في كل حين، في الحالة دي ما تنفعش. ممكن لما تقعد تفتكر الخطية الشهوانية ترجع اليها مرة اخرى، وممكن لما تفتكر الخطايا الانفعالية يعني غضبت واتنرفزت ممكن ترجع لك، او خطية الحسد والغيرة ممكن ترجع لك. فانت خليك حكيم في تذكار الخطايا، الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. ما تطبقش عبارة خطيتي امامي في كل حين تطبيق مطلق، لان في بعض الاحيان زي ما بقول الخطايا الشهوانية والانفعالية بتجيب رجعة للخطايا.